احنا هنتكلم عن فضائل العذراء. ايه رأيكم في محبة الغربة؟ دي فضيلة. يعني في القداس احنا بنصلي ونقول ونحن غرباء في هذا العالم، احفظنا في سلامك الى التمام، الى الكمال. يعني لان احنا عامة الانسان ابن ربنا أو الإنسان المسيحي بيعيش الغربة عن العالم، وكل ما يمت بالعالم من يعني أمور قد لا تمجد الله، فبيعيش حياة الغربة عن العالم والقرب من ربنا. الست العذراء مريم كانت عايشة فضيلة الغربة عن هذا العالم الزائل. هي جربت واختبرت الغربة ديت حتى وهي صغيرة سن 3 سنين، عاشت في الهيكل، تعتبر يعني مش بيتها، مش بيت باباها ومامتها، وتحت قوانين وتحت توجيهات معينة في داخل الهيكل. يعني كانت عايشة جو غربة برضه، كانت عايشة جو غربة. بالإضافة كمان ربنا يعني اختار لها يوسف النجار بحسب الرواية اللي هي اتقالت، تقاليد أبائنا أو التقليد اللي استلمناه من أبائنا، أن العصا اللي هي أفرخت ووقفت عليها الحمامة كانت بتاعة مين؟ يوسف النجار. وده المفروض هو كان يبقى خطيب ليها لأن كانت بلغت سن 12 سنة، فراحت عاشت في بيت يوسف النجار برضو في غربة، لأن هي كانت برضو مخطوبة ما تزوجتش. يعني بالإضافة أن هي حتى لما ولدت ابنها السيد المسيح ولدته في بلد تانية غير الناصرة اللي هي كانت قاعدة فيها اللي هي بيت لحم، ولدت ابنها في مكان غير مكانها أو المكان اللي كانت ساكنة فيه اللي هو بيت لحم، فكانت برضو ولدت ابنها في مكان غريب عن إقامتها مثلا، رغم أن النبوات بتقول أنه هو لا يجب أنه هو يتولد في بيت لحم. كمان راحت عاشت يعني هربت هي وابنها ويوسف النجار إلى مصر، فكانت أرض غريبة بالنسبة لها، يعني لا كانت تقدر تتكلم اللغة اللي هي بيتكلموا بيها المصريين، ولا كانت تقدر أن هي تتعامل بالتقاليد بتاعتهم لأن هي غريبة عنهم، فعاشت برضو جو الغربة حتى في مصر. ولما رجعت الناصرة بقت تبحث عن ابنها في البلاد كلها، لأن ابنها كان ابتدى الكرازة بالبشارة المفرحة، فهي كانت بتبحث عنه في البلاد، حتى أن بعض الناس كان السيد المسيح بيوعظ الجموع في أحد البيوت والبيت مزدحم بالناس حواليه، فقالوا له ها أمك وإخوتك يطلبونك على الباب خارجا، كانت بتدور عليه. وبعد كده لما اتصلب السيد المسيح وآمن بين الأموات عاشت في بيت يوحنا الحبيب التلميذ، برضو عاشت في غربة يعني مش بيتها. فالست العذراء مريم يعني كانت بتتمتع بفضيلة المعيشة في غربة عن العالم وعن الناس، وكان ارتباطها الوحيد بربنا فقط لا غير. حتى ان تقاليد ابائنا بيقولوا ان العذراء مريم بعد ما ابنها السيد المسيح يعني كبر شوية بقى عنده 12 سنة، هي رجعت الهيكل تاني تتردد عليه، رجعت الهيكل تاني تتردد عليه، لأن ده المكان اللي هي بتلتقي فيه مع ربنا من خلال كلمته سواء المسموعة أو المقروءة أو سواء بالصلاة أو سواء بخدمة الذبايح وخدمة الهيكل
وعمل السطور بتاعت الهيكل. فهي عايشة جو الغربة عن العالم والقرب عن ربنا. كان كمان عندها فضيلة الاتضاع وظهرت فيها. احنا كلنا بنقول طبعا ان العذراء كانت متضعة، بس الفضيلة الاتضاع عند الست العذراء مريم كانت مميزة وفضيلة صادقة حقيقية، مش تمثيل ولا مظهر. لأن في ناس أو في إنسان ممكن تديله عطية كبيرة جدا لكن بعد كده يتكبر بيها، أو واحد ينال حاجة كويسة نعمة من ربنا كبيرة لكن بعد كده يتكبر بيها. أظن ما فيش أكبر من عطية ونعمة إن الله يتجسد منها وتكون هي العذراء اللي تنبأ عنها أشياء النبي. يعني في إيه أكبر من هذه العطية وهذه النعمة من ربنا؟ لكن كانت متمسكة بتواضعها، حتى إن هي لما جات تصلي الصلوة المشهورة بتاعتها تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصه، لأنه نظر إلى اتضاع أمته. ده حتى بتقول بتوصف نفسها ان هي أمة، يعني خدامة، رغم ان هي يعني فاقت جميع العذارة في كل اليهودية، ورغم ان هي فاقت مكانتها. الآباء بيقول عنها ان هي فاقت مكانة الشيروبيم والسرافيم، لكن لم تتكبر مرة واحدة ولم تظهر بتعالي أمام الناس أو بكبرياء أمام الناس. ابنها السيد المسيح شهرته وصلت جميع اليهودية، حتى إن شهرة المسيح وصلت إلى سوريا ولبنان اليفينقية. علشان كده الست الفينقية جاءت تقول له ابنتي مجنونة في البيت تعالى وشفيها، قال لها اذهبي ابنتك شوفي. وهو واقف، شهرة المسيح كانت عالية جدا جدا، حتى ان الحكام الرومان كانوا بيترجوه ويطلبوه زي قائد المئة بتاع كفر نحوم، الحاكم العسكري لكفر نحوم، طلبوا ان هو يشفي الغلام عنده. فرغم شهرة ابنها الواسعة جدا 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 ما بين الناس، لكن كانت محتفظة بتواضعها. أظن صعب إن واحد يبقى في المواقف دي كلها وما يتكبرش أو ما يتعلاش، أو حتى مرة كده صوته يعلى، أو مرة كده يصغر ولا كده والناس تقدر تقول أصله ده يعني حاجة كبيرة أوي. لكن هي إطلاقا وما كانش ممكن عليها إن هي تظهر بأي ملامح من التكبر أو التعالي أو التباهي، لكن هي كانت متضعة بالقول والعمل، كانت متضعة بالقول والعمل. بل إن هي كان عندها فضيلة الإيه؟ يعني حسن الخلق. إحنا عندنا كلنا أخلاق، بس في حاجة اسمها حسن الخلق. يعني إيه؟ يعني مثلا لما ابنها السيد المسيح اتأخر في الهيكل كان سنه 12 سنة، وفي السن ده هو كانت الولاد اليهود اللي يكملوا سن 12 سنة بيروحوا من الهيكل وبعدين بيتصلى عليهم صلوات ومباركات من الكهنة، ثم يقول وصية اسمها وصية الشماع، يعني السماع، اللي هي الآية اللي بتقول اسمع يا إسرائيل الرب إلهك إله واحد. وبكده يبقى الولد ده هو يعتبر بقى راجل ويعتمد عليه وينفذ القوانين ويتحمل وزر هذه القوانين، يعني بلغ سن البلوغ. وكان بيبقى احتفال، وكان لازم يحتفل مع أصدقائه بقى وفي الهيكل يعني. فلما هو عشان كده لما تأخر المسيح وما رجعش مع بابا ومامته، يعني بابا مش يعني أبوه والله طبعا،
لأن مولود من الآب قبل كل الدهور واحد مع الآب في الجوار. لكن أنا قصدي يوسف النجار يعني ومرته العذراء مريم. رجعوا يدوروا عليه، هما فاكرين إن هو مازال بيحتفل مع زمايله الشباب الصغير، لكن أتاري هو كان في الهيكل بيعلم الجماعة الكبار، كتبوا الفلسطينيين يقول لك وكانوا يندهشون من تعليمه، وهو سنه 12 سنة. لأن مش معنى إن هو جنين في البطن أو طفل صغير مولود أو كبر شوية مش معناه إن هو مش الله، لا، هو الله المتجسد، لأن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين. يعني هو الله متجسد في لحظة البشارة من الملائكة، خدوا بالكم. فهنا بقى انا عايز اقول لكم ايه، حسن الخلق عند الست العذراء مريم، اخلاق عالية قوي ورقيقة جدا. فلما رجعت وشافته ما بين الكتبة والفرسين في الهيكل، فقالت له يا بني الا تعلم انا وابوك زلنا معذبين نبحث عنك. طب في سؤال ليكوا بقى، هل يوسف النجار ابوه؟ يوسف النجار ابوه؟ لا، مش ابوه، لان اساس البشاره او الولاده الروح القدس يحل عليك قوه العليه تظللك، لما قالت للملاك كيف يكون هذا وانا لست اعرف رجلا، فقال لها ده الامر سر تجسد اله الروح القدس يحل عليك قوه العليه تظللك. انما هي ليه ادعت على يوسف النجار ان هو ابوه؟ علشان تعلم الطفل الصغير في نظرها ان الرجل الكبير ده هو فيه احترام، ده زي ابوك، زي ايه؟ ابوك. انما كان ممكن تقول له يا بني انا صرنا انا والرجل الكبير السن ده هو اللي معايا العجوز ده هو معذبين نبحث عنك، ما تقولوش كده، علشان الراجل اللي معاها الكبير السن ده يوسف لا يصغر في عين الطفل او لا يصغر في عين الولد. اخلاق وحكمة وست كاملة العذراء مريم ديت، زي ما بيقولوا الجماعة اللي هم يعني وضعوا تسبيح ليها شبه شعبية، يقول لك ست الستات، يعني عندها رزانة وبتفهم كويس. يعني الواحد بيبقى زعلان قوي لما يلاقي الأم بتهزق الأب قدام الولد، بيحصل كده؟ لا غلط، لازم الزوجة الأم تحترم الأب تماما قدام الولاد. ليه بقى؟ لأن الولاد ممكن يطلعوا يعملوا كده زي ما بتعمل مامتهم في باباهم، هم كمان يعملوا كده نفس، ويسلموا تسليم وتسلم. يا خسارة، يا خسارة. واحنا بنسأل ونقول المشاكل الزوجية كتيرة ليه؟ لأن مفيش حكمة. احنا بنطلع أولاد يعني بايظين من الأول، يعني من أساسه بايظين. احنا ربناهم غلط، ربناهم غلط. يا ريت يا أحبائي يعني نحكم على أنفسنا قبل أن يحكم الغير علينا. هو الأمر بسيط ورقيق وحكيم ومؤدب وأخلاق، إن الست عارفة تحترم اللي حواليها كلهم قدام الأولاد، الأولاد يطلعوا محترمين، ما يمدوش إيديهم على زوجتهم. هم ليه بيمدوا إيديهم على زوجتهم وينعتوهم بأفظع وأقسى الألفاظ؟ لأنهم شافوا كده وتعلموا كده واستلموا بقى الطريقة دي منهم كده. لا، احنا لازم نراجع نفسنا في حياتنا الأسرية. الست العذراء مريم كانت بتحب تساعد الناس،
يعني كانت خادمة، يعني كانت ايه خادمة بتخدم الناس. بمجرد ما الملاك قال لها ان نسيبتك اليصابات هي حبل ايضا بابن في شيخوختها، يقول لك فاسرعت الى الجبال الى اليصابات. ليه؟ لان الست كبيره السن وما عندهاش اولاد، هي بيقول لك يعني ما لهاش اولاد عاقره. فقالت لا ده انا اروح واساعدها، انا اروح وايه واساعدها. تحب تساعد الغير، في حب وفي تواضع وفي اخلاق وفي احترام. قال لحد يجي يقول لي ما انا رحت ساعدت فلان وزعطني وقال لي لا مش عاوزك يعني متشكرين. ما اصلي انت رايح بنيه انك تساعد، لكن اللي بيساعد ده بيبقى مليان حنيه، مش كده برضه؟ بيبقى مليان عطف، بيبقى مليان تقدير، بيبقى مليان تواضع. انما مش واحد يقول لي ما انا رحت ساعدته وهو زعقني وقال لي لا مش عاوزك تساعدني. ما اصل انت لسه ناقص، يعني انت جايب 1 من 10، فين الدرجات الثانيه؟ ما انتش جايب. انما العذراء مريم علشان هي كامله في الفضائل فتتقبل بسرعه، تتحب بسرعة. يعني ما يعني اليصابات ديت أول ما شافتها بقول لك فصرخت، تصور، وقالت من أين لي أن تأتي أم ربي إلي؟ حين سمعت صوت سلامة في أذني ارتقد الجنين بابتهاج في بطني. طوبى للتي آمنت أن يتم لها أو ما لها من قبل الرب. عطتها التطويب، يعني البركة، البركة. احنا لازم نساعد بعض بنية طيبة وناخد بركة، زي ما أبانا علمونا الشيوخ يقولولنا اجعل الكل يبارك عليك. احنا الشباب هو الصغير بقول لهم اجعلوا الكل يبارك عليكم، باباك ومامتك وجدك وجدتك وعمتك وخالتك والجيران يباركوا عليك. اظهر اخلاقك ومحبتك وعطفك وحنيتك على الموجودين، خليك مقدام في المساعده بنيه طيبه صادقه قويه زي ايه العذراء مريم. كمان العذراء مريم كان عندها فضيله الصمت. في قديس عظيم قوي اسمه القديس هيرونيوس العجيبي، احنا عندنا هنا مرمين العجيب في مصر. قديس هيرونيوس العجيب ده كان في اسيا الصغرى، عجيب علشان بيعمل عجائب معجزات، قديس يعني كبير. فالقديس هيرونيوس العجيب بيقول ايه؟ انها كانت صامته عقليا وصامته قلبيا. ليه بيقول كده؟ عندها فضيله الصمت العقلي والقلبي. ليه؟ الصمت العقلي لأن هي صدقت شيء مش عقلي، صح كده؟ كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا؟ فهي صدقت ما هو ضد العقل بس صمتت، عندها صمت عقلي. وصمت قلبي لأن هي كانت تحفظ كل هذه الأمور متفكرة بها في قلبها. يعني معقولة أنا اللي اختارني ربنا؟ هل عذراء تحبل وتلد ابنا ويدعو اسمه عمانوئيل؟ طب أنا هعمل إيه؟ يعني أنا مكانتي إيه في قضية الخلاص؟ ليس لي مكانة، ده أنا كمان عاوزة أخلص، أنا عاوزة أخلص، أنا كمان حاملة للخطية الموروثة، أنا عاوز أخلص أنا كمان. فهنا العذراء مريم كان عندها صمت عقلي وقلبي زي ما قال القديس هيرونيوس العجائب. طب أنا أقول لكم حاجة بقى، حاجة حلوة تعجبكم أوي. شايفين صورة العذراء ديت؟ أهي
هي بصة فين؟ طب بصة لمين؟ هي مش بصة لشيء، هي اسمها النظرة التائهة، نظرة تائهة. ليه؟ لأن هي بتفكر في الآلام التي تنتظر هذا الطفل اللي معاه. علشان كده الملاك من الناحية دي ماسك لها الصليب، والملاك من الناحية التانية ماسك لها الإسفنجة والحرب، فكانت تفكر فيما يقابله هذا الطفل من آلام مبرحة، آلام الصليب. فكانت صامتة قلبيا محتفظة بكل الأمور، زي ما قال معلمنا لوقا الطبيب، محتفظة بكل هذه الأمور في قلبها، يعني عارفة وسكتة، عارفة وسكتة. قديس الأنبا بولا أول السواح بيقول كلمة جميلة جدا، بيقول فليصمت لسانك ليتكلم قلبك، وليصمت قلبك ليتكلم مين؟ الله. يعني صمت عقلي باللسان وصمت قلبي عشان ربنا ايه؟ هو اللي يتكلم. يعني ما فيش حد يفكر ويقول الدنيا ايه، والكورونا وبتاع والدنيا والبوظان والحاجات دي، والعالم والدنيا والمضايقات، ما تفكرش في الحاجات دي. سكت لسانك يتكلم القلب بالصلاة، وسكت قلبك أيضا يتكلم الله. العذراء مريم كانت بتعيش حياة الصمت، فضيلة الصمت. طب صدقوني زي ما بيقول الأنبا أرسانيوس، تكلمت كثيرا فندمت، أما عن السكوت فلن أندم قط. يا ريت إحنا نهدى وما نتكلمش لا في النت ولا في التليفونات ولا في الوشوشة. الوشوشة ما الوشوشة دي كلام ومجيب سيرة بقى وافتراضيات ورؤى مختلفة وكثيرة. يا ريت نسكت ونصمت ونهدى شوية ونقول يا رب انت اتكلم، اتكلم فينا واتكلم في حياتنا، وهدينا وادينا هدوء نفسي، ادينا امان، ادينا قوة، ادينا حب لبعضنا بعض، ادينا تسامح لبعضنا بعض. الست العذراء مريم كان عندها كمان، يقول لك القديس يعقوب السروجي، كيف اقدر بالالوان العادية ان ارسم صورة هذه العجيبة الجميلة؟ العذراء مريم بقول انا ما اقدرش يعني ارسم الجمال ده كله. يقول لك عجيبة وجميلة. طب هي جميلة في ايه؟ يعني ممكن حد يجاوب جميلة في ايه؟ ايه؟ ايوه الهدوء. جميلة في ايه؟ البساطة، التواضع، الصلاة، الحكمة، الرزانة. لسه اقول لكم دلوقتي. وبقول انا مش قادر يعني اتخيل رسامتها تبقى الجمال ده كله، احويه ازاي؟ جميلة الروح وجميلة الكلمة وجميلة الفكر وجميلة الرؤية، رؤية للمشاكل والدنيا. يعني ما بتاخدش ايه، عين بعين وسن بسن. يعني يوسف النجار اللي هو معاها شك فيها، وكان عايز يقول لها اتفضلي بالليل كده، يعني روحي الحال سبيلك، يعني استخبي كده، ولا عايز يقرشها. انما مش ماشيه بعين بعين وسن بسن. قالت للمسيح الصغير، ده ابوك يا ابني، انا وابوك تعبانين عشانك. انما ما صغرتهوش ابدا ولا اهانته ابدا. عشان كده بقول لكم حسن خلق. دي احنا عندنا اخلاق، بس تعالى شوف بقى بيحصل ايه. إنما العذراء مريم حاجة تانية، فهي جميلة الخلق، فضيلة الجمال الروحي. كمان كان عندها حكمة ومليانة بالحب، كان عندها حكمة ومليانة بالحب.
حكمة يعني إيه؟ يعني فهمة كويس. الملاك قال لها: السلام لك يا مريم، ها أنت ستحبلين وتلدين ابنا ويدعى اسمه عمانوئيل. الحكمة كان لابد أن هي تسأل، صح كده؟ مش كده برضه؟ دي حكمة. إنما زكريا الكاهن عمل نفسه حكيم على مين؟ على الملاك. قال له: كيف يكون هذا وامرأتي متقدمة في أيامها؟ قال له: لا، مفيش مشكلة، ما أنتوا الموجودين، ودي رسالة من عند ربنا، ها أنا جبرائيل الواقف أمام الله، لأنك لا تصدقني فها أنت تكون صامت. عقبه، عطله عقاب. إنما العذراء مريم سألت، ما خدتش عقاب، لأن من حقها، مش كده برضه؟ ولا هيجي مننا الطفل ده؟ قال لها: لا، الروح القدس يحل عليك، قوة العلي تظل لك، المولود منك يدعى ابن الله. فعندها حكمة. أكبر نقطة تظهر حكمة الست العذراء مريم في كلام الملاك، وأنا بعتبره حوار سمائي أرضي عجيب جدا. الملاك بيقول لها حكاية تانية خالص غير البشارة. قال لها إيه؟ قال لها: نسيبتك إليصابات، فهي أيضا حبلى بابن في شيخوختها لتلك المدعوة عاقرا. طب دي حكاية بعيدة خالص عن اللب البشارة بالمسيح، لكن هي تفهم معنى الكلام، ما وراء الكلام، يبقى هي المفروض تروح تساعدها. هل الملاك قال لها: معلش لو تكرمت بس تدي مشوار كده ليها وتساعديها، لأن ست يعني كبيرة السن ووحيدة معاش غير جوزها زكريا؟ قال لها كده؟ ما قال لها، هي فهمت. في إنسان يفهمها وهي طايرة كده، يفهم الأمور حواليه، عنده حكمة، ويفهم اللي قدام، يعني الشيء اللي قريب من عينه، ويفهم كمان البعيد عن عينه، يعني يفهم القريب والغويط، يفهم اللي شايفه واللي مش شايفه، عنده حكمة. عنده ايه حكمة؟ نلاقي كمان ان علشان كده قديس اسم يعقوب السروقي يقول ايه؟ عاشت حكيمة مملوءة حبا لله. عاشت حكيمة، ما احنا بنعرف حكمتها من اللي احنا بنقرأ عنها في الأناجيل مثلا. ومملوء حبا لله، يعني ده ظهر من الصلاة اللي هي قالتها، تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصة. كان عندها فضيلة الاستقامة. الاستقامة اللي هي الإنسان بيبقى بيعيش حياة الاستقامة. يعني إيه حياة الاستقامة؟ يعني ماشي في خط طوالي مستقيم، إنما لا هو بيحود يمين شوية ولا شمال شوية، لا، عايش حياة الاستقامة. علشان كده يا أحبائي أقول لكم حاجة مهمة أوي في الفكر المسيحي بتاعنا الخاص بفكر الأيقونة. تبصوا تلاقوا الفن القبط بتاعنا كله خطوط، والمناخير خط، والإيدين خطوط، والملابس خطوط كده، إنما ده فن نوع تاني كلاسيكي. إنما الفن القبط بتاعنا تلاقيه خطوط، تلاقي ايه؟ خطوط. طب ليه الفنان بيعمل كده خطوط؟ عشان بيقول ان هذا القديس عايش حياة الاستقامة. خدت بالكوا ازاي؟ ما احنا لازم نفهم التراث بتاعنا والحضارة بتاعتنا والفكر المسيحي الكتابي والانجيل والاباء. حياة الاستقامة. الست العذراء مريم ما سمعناش ابدا عنها ان هي عملت شيء غلط، او مثلا ما فيش اي ظروف تغط عليها تخرج عن السياق. يعني ده حتى لما تمت 40 يوم
بعد ولادة ابنها المسيح على طول راحت للهيكل تقدم الذبيحة عن تطهيرها، يعني عايشة حياة صح، كل حياتها صح. إنما ما تطنش مرة كده وتقول بلاش دي ولا معلش وتخرج عن السياق الروحي أو الأدبي أو الأخلاقي أو الفضائلي، لا. ولذلك القديس أرغوريس السيولوغوس، سيولوغوس يعني ناطق بالإلهيات، سيو معناها الله باليونان، لوغوس نطق كلام نطق. فغريغوريس السيولوغوس يقول ايه؟ يقول ان صارت في استقامة منذ طفولتها في طريق الحق بغير خطأ او تعسر. شوف ابائنا بيقول عن العذراء ايه، كلام رائع. كان عندها كمان فضيلة العفاف. العفاف يعني ايه؟ يعني لا تطمع في حاجة ولا يعني تشوه صورتها، عفيفة يعني عندها عفاف. ولذلك القديس مين أمبروسيوس ده كان أسقف ميلان في شمال إيطاليا، يقول أما الآن فإن حياة مريم العذراء هي مثال ينبغي أن تتمثلوا به، فمنها يشرق جمال العفة ومثال كل فضيلة كما من مرآة. يعني زي ما بتشوف نفسك في المراية، يعني شايف نفسك كويس. فضيلة العفاف كانت عندها واضحة جدا، لا تحسد حد ولا تطمع في حاجة حد ولا تبص لحاجة حد، بل بالعكس كانت بتدي عطاء. يعني حضرت عرس قنا الجليل فلقت العصير عندهم خلص، عصير القرن، فهي جريت على السيدة قالت له عايزين نصطر على الفرح، عصير الكرم عندهم ده ايه خلص. وقالت للناس زي ما يقول لكم اعملوا. اتاري العذراء مريم شافت معجزات كتيرة عن من المسيح بس ما تذكرتش في الاناجيل، خدوا بالك. ما هي العذراء مريم من ضمن الناس اللي كانوا معينين وخداما للكلمة، كلمة اللوغوس يعني المسيح. ومعلمنا لو أخد قصة المسيح منه، إذ قد تتبعت، يقول كده يعني إذ قد تتبعت كل شيء بتدقيق أن أرسل إليك أيها العزيز سوفينس، وقد استقيت من قدام وللكلمة، اللي هم زي العذراء مريم اللي كانت عايشة مع المسيح. فالعذراء مريم كان عندها عفاف، عفيفة، كانت رزينة، رزينة يعني عندها رزانة. قديس أرغوريس العجايب يقول ايه؟ ان العذراء مريم قد برهنت على رزانتها في كل الامور، في كل الامور. يعني ايه الرزانة؟ حد يقدر يشرح الرزانة يعني ايه؟ ايوه، هدوء، صح كده، وعدم تسرع، صحيح، عدم اندفاع، رزينة. يعني مش كل حاجة تيجي مندفعة وتخبط على صدرها وتصرخ، مش كده برضه؟ مش الستات بيعملوا كده؟ تلاقي اي حاجة تشوفها، لو شافت حاجة كده ولا بتاع، او الولد البنت شاف الراجل خبط بتاع، تيجي تتهور وتصرخ وتهيج، ايه يا ماما مالك، اهدي يعني شويه، خليك يعني رزينه. العذراء بقى كان عندها رزانه، يعني كان عندها ايه؟ رزانه. زي ما القديس غريغوريوس العجايب بيقول كده، كان كمان العذراء مريم يعني محبه للبتوليه، والبتولية دي ماسكة فيها جامد جدا جدا، يعني عذراء، كانت محبة للعذراوية بتاعتها أو للبتولية بتاعتها، لدرجة أن في أب زي أوريجينوس بيقول نحن تسلمنا من الآباء تقليديا أن مريم ذهبت إلى الهيكل
بعد أن أنجبت المخلص لتتعبد ووقفت في الموضع المخصص للعذارى. يجي بعد كده يقول حاول الذين يعرفون عنها أنها أنجبت ابنا طردها من الموقع، لكن زكريا الكاهن أجابهم إنها مستحقة المقوس في موضع العذارى لأنها لا زالت عذراء. يعني الآباء زمان يقولوا على فكرة هي رجعت الهيكل تاني، مش قادرة تتخلى عن الحياة المقدسة في الهيكل اللي كانت عايشاها، لأن هي تتلمذت على ثلاثة. مين اللي يقدر يقول مين هم الثلاثة؟ العذراء مريم تتلمذت في الهيكل على ثلاثة، مين يقدر يعرفهم؟ ها؟ اللي يقدر يجاوب الثلاثة مين؟ مثل الجمال الروحي اللي في العذراء ده ما جاش من فراغ، في ناس علمتها في الهيكل. أول واحدة حنة النبية ما كانت معاها في الهيكل، قائمة بصلوات وطلبات. وتاني واحد مين؟ سمعان الشيخ. لا برافو عليك. طب وتالت واحد؟ زكريا. لا انت شطار بقى كده، تمام. فهي رجعت للقداسة تاني في الهيكل، وحياة القداسة وحياة الخدمة، ووقفت في مكان العذارى. فالعذارى عرفوا ان هي جوزت يوسف النجار حسب ايه فكرهم، فقالوا لها لا خلاص ما تقفيش معانا. فزكريا الكاهن طلع وقال لها لا يا بنات، دوي ما زالت عذراء، لان عرف ان الملاك بشرها لما هي راحت خدمت مراته اليصابات. وبعدين اليصابات دي كانت قريبة العذراء، نسبتها من نفس السبط، سبط يهوذا، لان اليصابات كانت من سبط يهوذا. اما زكريا جوزها كان من سبط لاوي عشان كان كاهن، بس كان مسموح للاويين يتجوزوا من سبط يهوذا. كان عندها طاعة، فضيلة الطاعة، وأنا أكتفي بهذه الفضيلة. يقول القديس إيرينيوس أن معصية عذراء يقابلها طاعة عذراء. نقولها تاني الجملة دي، واخدين بالكم منها؟ أيوة، ده أنت تاخد جايزة على كده بقى، هتاخد هدية على كده. معصية عذراء يقابلها طاعة عذراء. العذراء الأولانية مين؟ حواء. ما كانش لسه اتجوزت لما وقعت هي في خطية العصيان، يقول لك عرفوا بعضيهم وكده. فحواء في الأول كانت عذراء، لكن عصت ربنا بأن هي مدت إيديها وخدت من الثمرة اللي ربنا قال بلاش. يقول لك لقتها جيدة للعيون وشهية، شهية للعيون وجيدة للأكل، فعصت. فإذا حواء العذراء الأولى عصت وما طاعتش كلام ربنا، إنما العذراء مريم أطاعت ربنا وقالت له إيه؟ ها أنا أمة الرب. ربنا يبارك حياتكم، ربنا كل مجد دائما أبديا، آمين.